بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبت وطالبات الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدرس الثاني من دروس السيرة، سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو ثالث الخلفاء الراشدين بعد سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من بشر بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. أسلم عثمان بن عفان على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان سيدنا عثمان غنيا وكان يعمل بالتجارة ذو النورين. سيدنا عثمان بن عفان لقب بذو النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات السيدة من بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما السيدة رقية رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة أم كلثوم رضي الله عنها. لما تزوج السيدة رقية زوجته الأولى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر معها إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهناك مرضت رضي الله عنها وتوفيت. فتزوج سيدنا عثمان بابنة رسول الله الثانية وهي السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، ولهذا لقب بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل سيدنا عثمان رضي الله عنه، اتصف سيدنا عثمان رضي الله عنه بالحياء وحسن الخلق والكرم والعطاء لما كان يبذله من مال لنصرة الإسلام والمسلمين. ومن عطائه وفضله وفضائله على المسلمين بئر روما، اشترى سيدنا عثمان رضي الله عنه بئرا في المدينة تسمى بئر روما من رجل يهودي كان يبيع الماء للناس، واشتراه سيدنا عثمان للمسلمين وجعل المسلمين يسقون منها وقت ما يشاءون. ومن فضائله فضائل سيدنا عثمان رضي الله عنه أيضا أنه جهز جيش العسرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز جيش العسرة من الأعمال العظيمة التي قام بها سيدنا عثمان في حياة النبي، جهز ثلث جيش المسلمين بكل ما يحتاج إليه استعدادا للقاء الروم. وهكذا تمت قصة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.